اليوم وصفتنا فرايد رايس، يعني الرز المقلي بالطريقة الصينية. علشان تعرفوا كيف طريقة تحضيرها خليكم قاعدين تتابعون هذا الفيديو. أول شيء راح تحتاجين دجاج 400 جرام، منزوع العظم قطعينه قطع صغيرة، حبة فلفل أخضر كبيرة، حبتين متوسطة الحجم من البصل، وحبة واحدة من الطماطم، 250 جرام ملفوف، مقدار كيس واحد من الخضار المشكلة اللي تحتوي على بازيلا وجزر وبامية. راح نحتاج حبة صغيرة من الزنجبيل، وأربع حبات صغيرة من الثوم، وحبتين فلفل حار مقطع إلى قطع صغيرة، وأخيرا ثلاث حبات من البيض. وطبعا استخدمنا رز بسمتي، أو اللي بدول الخليج احنا نسميه رز أبو كاس، مقدار 3 أكواب. أول خطوة حطيت الرز اللي كان 3 أكواب، وضفت له 6 أكواب من الماء على درجة حرارة متوسطة، والآن أضيف له 2 ملاعق من الملح، و2 ملاعق من الكمون، شوية من القرفة، والفلفل الأسود اللي غير مطحون. أكسر الآن 3 بيضات وأخلطها. نحضر المقلاية ونضيف شوية 2 ملاعق زيت، ونقلي البيض على النار. وطبعا أثناء تقلاية البيض راح تحتاجين إنك تقطعين البيض إلى قطع صغيرة زي ما قاعدة تشوفين. وبعدين نحطه بصحن على جنب عشان نضيفه للخلطة. نجي للمرحلة اللي بعدها، حطيت مقدار 75 جرام زيت، وأضفت الدجاج على النار علشان أقليه. راح أقليه بالبداية لمدة 3 دقائق. ضفت البصل الحين فوق الدجاج، وراح تحتاجين تقلينه لمدة 3 دقائق ثانية. أضفت له الثوم وأقلبهم سوا. أضيف الفلفل الحار وأقلب. أضفت الحين الفلفل الأخضر، وأضيف فوقها ملعقتين بهار مشكل، 2 كزبرة، 2 ملاعق كمون، 2 ملاعق ملح، 2 ملاعق فلفل أسود، وأقلبهم. أنا قاعدة أقلبهم من بين كل خطوة 3 دقائق.
الآن ضفت الخضار المشكلة وراح أحتاج أقلبها لمدة 5 دقائق على ما تتقلى وتاخذ طعم. ضفت الآن الملفوف وراح أقلبهم وأخليه 5 دقائق على ما يتحمر الملفوف كمان. في هذه الخطوة راح أضيف البيض اللي قليته وراح أقلبهم لمدة 3 دقائق وبكذا قربت الوصفة تكون جاهزة. راح تقلبينا وتغطين القدر وتخلينا على النار. المرحلة الأخيرة مرحلة اللايرز، مرحلة الطبقات. طبعا هذه المرحلة أنا مرة أحبها، فتحطي طبقة من الرز وبعدها طبقة من الخضار وهكذا إلى أن يمتلئ القدر معك، وتغطينه وخليه لمدة ربع ساعة على النار. هذا الشكل النهائي للوصفة، الأرز المقلي بالطريقة الصينية. الوقت اللي أخذته هذه الوصفة 45 دقيقة وتكفي لستة أشخاص. شكرا على المتابعة وأشوفكم بفيديو جديد. باي باي.